بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاتره؟ كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن البلاد سبلاي، الامداد الدموي بتاع منطقه السكالب. دلوقتي جه الدور ان احنا نبدا نتكلم عن يعني بعض التفاصيل شويه. احنا خدنا كده من بعيد من على السطح. يعني انا المفروض عندي هنا زي ما احنا قلنا في مجموعه من الارتريز او 3 شرايين بيبقوا موجودين هنا. الشريان الاول ده بنسميه سوبر فيشال تيمورال ارتري، يعني اللي طالع ناحيه التيمورال الفوسه والسوبرفيشال، وقلنا انه ساعتها ليه اخ ديب هنبقى نتكلم عنه بالتفصيل اسمه ديب تيمبرال ارتري. المهم ان ده اللي ماشي في التيمبرال الفوسه وبيبقى سوبرفيشال، بيبقى سطحي، عشان كده بنسميه سوبرفيشال تيمبرال ارتري. لو انت شايف كده، ادي الفتحه اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده اسمها الاكسترنال اوديتري ميتس، ودي الفتحه بتاعت الاذن، وبالتالي الاوركل او الاذن بتبقى موجوده في الحته دي بالظبط، والارتري اللي طالع ده بيبقى شريان ماشي ورا الايه الاوركل، فبنسميه بوستيريور اوريكولار ارتري. خلاص. طيب تحت البوستيور اوريكولار ارتري بنجد في ارتري تاني طالع كده زي ما انت شايف كده، شايف انت الارتري تحت ده؟ بص بص، ايوه ده بنسميه الاوكسيبيتال ارتري. انا عندي هنا 3 ارتريز، السوبرفيشال تمبرال والبوستيريور اوريكولار والاوكسيبيتال. الثلاثه ارتريز دومت ايه اللي بيجمعهم؟ بيجمعهم ان هما بيطلعوا من ارتري او من شريان تاني رئيسي اسمه الاكسترنال كاروتيد. اسمه ايه؟ اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري. يبقى اذا انا عندي السوبرفيشال تمبرال والبوستيرو اوريكولار والاوكسيبيتال، الثلاثه دول بيطلعوا من ارتري او شريان بنسميه الاكسترنال كاروتيد ارتري. تمام كده؟ طيب برضو انا عايزك تاخد بالك من حاجه، الاكسترنال كاروتيد ارتري ده ليه اخوه تاني صغير كده اسمه الانترنال كاروتيد ارتري. ايه الفرق؟ الاكسترنال ده هو الخارجي، هو اللي بره. الانترنال ده بيبدا ان هو يخش، لما لو طبعا لو كمل هنا بيبدا ان هو يخش السكال من جوه، يبدا ان هو يخش الجمجمه، لكن الاكسترنال ده بره، ناحيه بره. فانا عندي الاكسترنال كاروتيد ارتري ده اللي هو ناحيه بره، وعندي الانترنال كاروتيد ارتري ده اللي هو ناحيه ايه؟ ناحيه جوه. خلاص. طيب الاكسترنال كاروتيد ارتري ليه مجموعه من البرانشات الثانيه غير طبعا السوبرفيشال تمبورال والبوستيرو اوريكولار والاوكسيبيتال، لكن انا بتكلم دلوقتي عن الشرايين بتاعه منطقه السكالب تحديدا، منطقه فروة الراس تحديدا. فالشرايين الموجوده في السكالب انا عندي 5، في 2 قدام هنا كنا ذكرناهم في الفيديو اللي فات، السوبرا تروكليار اللي هو بيبقى اعلى التروكلي بيبقى في الحته ديت، والسوبرا اوربيتال اللي هو بيبقى اعلى منطقه الاوربت. طيب اللي عايزك تعرفه انه السوبرفيشال تمبورال والبوستيرو اوريكولار والاوكسيبيتال الثلاثه دول كلهم طالعين من الاكسترنال كاروتيد، بينما السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال يعني بيطلعوا بشكل غير مباشر، بشكل غير مباشر من الانترنال كاروتيد. يعني الانترنال كاروتيد لما بيبدا ان هو يخش في الجمجمه خلاص بيدي برانش تاني، يعني المهم ان البرانش التاني ده بيدي السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال. يعني السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال اللي بيبقوا موجودين هنا بيطلعوا اصلا من الانترنال ايه كاروتيد، بس بعد ما الانترنال كاروتيد يخش الاسكال ويتفرع بداخل الايه الاسكال، وهنتكلم بالتفصيل يعني ربنا يسهل في فيديو ايه تاني عن المساله دي. المهم ان كل اللي عايزك تبقى عارفه ان السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال هم اصلا برانشات من الانترنال كاروتيد، وان السوبرفيشال تمبورال والبوستيرو اوريكولار والاوكسيبيتال الثلاثه دول هم برانشات من الاكسترنال. طيب حلو، ايه علاقه بقى الاكسترنال والانترنال؟ الاكسترنال والانترنال هم تفرعوا من شريان رئيسي اسمه الكومون كاروتيد. يعني القصه ببساطه جدا، كومون كاروتيد ارتري وده اسمه الكومون يعني العام، والكومون كاروتيد ده بيتفرع الى اكسترنال وانترنال، والاكسترنال ده بيبدا ان هو يدي الاوكسيبيتال والبوستيرو اوريكولار والسوبرفيشال تمبورال، بينما الانترنال ده بيبدا ان هو يخش في السكال من جوه ويدي السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال. كده انت عرفت الايه القصه جت منين، او الارتريز دي كلها ايه اصلا جت منين.